سعودي حبيبي، كيف حالك؟ الحمد لله. غازي فوق؟ أنا بس اللي رجعت، غازي باقي في المدرسة. غريبة، ليه تأخر؟ بالعادة ما يطول بالمدرسة، أول واحد يرجع ما يطيقها. لحظة، هو قال لي إنه بيتأخر بس ما أدري ليش. عمتي بقول لك شيء. بسم الله، قولي وش في خراتني؟ غازي بيخرج مسرحية ويبغاني أمثل دور ما أبغاه، اقنعيه ما أبغى أمثل ذا الدور. غازي بيخرج مسرحية؟ ليه ما قال لي؟ ما أدري عنه عاد. غازي، ليه ما قلت لي إنك بتخرج مسرحية؟ ما أبي أحد يعرف. أوريك الخيانة أنا. ليه ما تبي أحد يدري؟ أسباب تتعلق بالعصامية الفنية. لحول، حنا هلك ونبي نفرح فيك ونحتفل فيك، انت متخيل الفرحة اللي بتحرمنا منها اذا ما قلت لنا؟ عمتي انا قلت لك علشان تقولي لنا ما ابغى امثل دور زعبور. زعبور؟ والمشكلة ان اكثر واحد يتكلم بالمسرحية هو. ما شاء الله تبارك الله يا بطل، ممتاز، جو اهيد. بس يعني يا عمتي عندنا عائلة ما شاء الله تبارك الله فيها مخرج وممثل، احنا اليوم لازم نحتفل فيكم كلكم، لو سمحت خل عنك العصامية هذه. الحين وش استفدت يوم قلت؟ أوريك أنا يا غبي. عيب غازي، خلاص. أوه أفضل.